يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي مكانة نظم عقد الفرائد للمؤلف ابن عبد القوي رحمه الله؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويحفظه، وهل له شروح؟ نعم، هو ما نظمه إلا لأجل الحفظ، وقال هذا فيما سمعته، نظمها لأجل أن تحفظ، وكان طلبة العلم يحفظونها، أهل نجد كانوا يحفظونها، أنا أعرف ناس كثير يحفظونها، مثل ما يحفظون متن الزاد، يحفظون الألفية، يحفظون البلوغ، كانوا يحفظونها على المشايخ، أو يحفظونها على أنفسهم وبس، على المشايخ يشرحونها لهم، حفظها طيب. وأما شروحها فشرح المختصر منها موجود، شرح السفارين، هذا شرح لمختصرها، أما شرحها كاملة فلا أعلم لها شرح كامل. نعم.